خلفي مريم، جو سوي ان الكتروليز اللي هي اختصاص كنحي ازاله الشعر وغرس الشعر. احدى التقنيه هي الالكتروليز، هي ازاله الشعر ديفينيتيفمون، يعني ازاله الشعر نهائيا اللي كنستعملوها في للوجه للمراه، يعني كنعطيو كنحيدو بالزغبه بالزغبه وان باي وان بالوحده بالوحده مع الكورون غالفانيك. عندي اله هي من النمبر وان أبيلوس على كندية اللي عندي هنا متواجدة بالمركز اللي كنشتغل بها، وعندها نمبر وان عالمي معروفة بإفكاسيتي. إزالة الشعر باللازر، كأن اللازر ان ريديكتور، هو تخفيف للشعر، يعني ضروري ما يبقى كلكو شعيرات كيف كيقولوا كلكو شعيرات في الذات، والإلكتروليز هي اللي كتحيد الشعر تام، إزالة تامة. يعني كنقدو نديرو حنا عندنا تقنيات، جوج تقنيات. التقنية الأولى اللي هي اللازر كنقدو نديرو للجسم، أما للوجه فأنا لا، ما كنصحش به إلا الناس اللي عندهم مشاكل هرمونية وعندهم مشاكل كتير عندهم. اللي كنقدو نستعملو اللازر. اما الالكتروليز للوجه المراه كنصحها، يعني وفي كندا هما مختصين في هذا الاختصاص، اننا كنزيلوا الوجه بشعره. الراجونيسمو، عندي اله من اللي كتتميز براجونيسمو ديفينيتيف، يعني تصغير نهائي للوجه، يعني كيحيد لي غيد، كيحيد ترهلات، كيكون واحد الاكلة في الوجه، واحد التفتح اللي كيكون للبشرة وللوجه، وكيكون كيحيد جميع الترهلات في الوجه حتى البقع الداكنة، كتحيد لي سيكاتريس، كتحيد كل شيء اللي كيتواجد اي مشكل عند المرأة في الوجه. كنخدموا بها التقنية ديال الراجونيسمو. التقنية هي أباراي تاع الديكترو اللي غنوريها لك، عندي متواجدة هنا بالمركز. كتعتمد على شعاع ضوئي لازر فوتوراجونيسمو، هي الإبيلاسيون هي اللازر كيف ما كيقولوا، افيك لا لوميير بولسي. كندير بها ريدكتور لي بوال، يعني كنديرها كنستعملها للجسم 5 حصص، وابخي كتكون كيمشي النهائي للشعر بعد ما كندير التقنية الثانية اللي هي الالكتروليز اللي كتكون على مرحلتين باش يكون نهائي للشعر، باش يكون 100%. كنقدو نستعملو الالكتروليز لتحديد اللحية. اللي كنصح المرأة انها تشرب الماء وتبتعد على لو ستريس، على الضغوطات، تبتعد عليها قد ما قدرات. وكنصحها بالنوم، انها تنام في ساعات، تاخذ وقتها من النوم حتى كما يقولوا تشبع في النعاس.